حاضر تقبرني حاضر. لك ربي يخلي لي اياك من عالي سما يا رب، ويعوضك كل قرش بعشره يا سيد اللي رجعنا انت. امين. يلي غدرت احبابك، اللي غدرت احبابك. بدي فرد حامي. شو تفضلي؟ لشو بدك يا هيك براء؟ لا ما حزرت. بدك تقلي ليش بدك يا مشان نجيب لك فرد على هوا طلبك. شلون يعني على هوا طلبي؟ يعني بدك يا غالي ولا رخيص، جديد ولا قديم، ولا بدك يعني شانه ما يخيب، يجيب راس العصفور من اول الحاره لاخرها. ايه بدي اياه يصيب العصفور من اول الحاره لاخرها. يعني اذا كنت واقف انا بنص الحاره بدي اياه يقتل العصفور وهو واقف عند باب بيته. تكرم عينك كتاس، من هي قبل هي. بس ما قلت لي مين العصفور تبعك اللي بدك تقتله؟ مو مشان شيء، مشان ساعدك بس. بعدين بقول لك حامد بعدين. ما بدي اياك تقتلني. عرفته. مين هو؟ العصفور هو صاحب النبع تبعك يلي صار له كم يوم مقصر عليك وما عم يعطيك من ذهباته، فانت بدك تقتله مشان تكوش على كل النبع. لا مو هيك عيون، مو هيك. ايه ان شاء الله ان شاء الله اكون غلطان. انت غلطان حامد. انا الفرد بدي انا شيء تاني، هلا ما راح احكي لك عليه لحتى اقضي غرضي منه. وحيا جوز العيون لامن لك فرد، بس بالاول بدك تامن لي حقه للنبع تبعه. قديش حقه؟ مو كتير، وانت صاحبنا 10 ذهبات. اوف، وليش هيك غالي؟ يعني شنو فرد جديد وجاهز لينزل لك العصفور من على راس المادني وانت قاعد ببيتك؟ بيستاهل. مشي وانا رح دبر لك ال10 ذهبات. وانا من شفت ال10 ذهبات بهالايد بسلمك الفرد بهي الايد. اصلي Thank you.
لازم شوفك يا فهمية، لأني كتير مشتاق لك، مشتاق لك. أكيد صاير معها شي لحتى ما قدرت تطلع وتشوفني، أكيد.
عاوزة شي يا مو؟ يا مو انتي هون يا مو؟ يا مو بدك شي؟ يا مو؟ يا مو خير في شي يا مو؟ يا مو؟ يا مو؟ يا مو؟ وانا قلت لماجد الفوال بركي بيلاقي لي بيت هون بالحاره، وهي انت تاني زلمه بيعرف. يعني خلاص نويت تسكن عنا بالحاره؟ ايه عمي، بدي بيع البيت والارض واجي لاقي لي دكان صغيره هون وبيت، لانه بيني وبينك والله عم بستوحش لحالي هنيك. والله والله هي احلى خبريه سمعتها. وانا براسي راح اشوف لك بيت هون عنا بالحاره واشتري لك اياه. بتعرف؟ راح اشوف لك مظهر بيك، شنو عنده بيت فاضي. بركة ببيعك يا مظهر بيك؟ طيب قلتك بيوافق؟ ليش لحتى ما يوافق؟ راح نعطيه حقه حبيبي، ما راح نشحده منه شحاده. كمان في دكان فاضي، كان واحد مستكريها كري وترك الحارة وترك الدكان. بركة صاحبها ببيعك ياها. يكتر خيرك يا عمي أبو صافي، وأنا حطيت خبر عند أبو صفوان الدلال، ووعدني بهاليومين إن شاء الله يلاقي لي زبون مرتب للبيت وللأرض، وإن شاء الله خير. الله يقدم لك يلي فيه الخير. شو ناوي تفتحها؟ والله لسه ما فكرت يا عمي أبو صافي. حلا بابي حلا، كل ماله عم تضيق الحالة علينا. إذا طلينا هيك يمكن نفرط. يعني نحن صار لازمنا مصاري، ما هيك؟ بدنا مصاري منشان سلاح. نحن لازم نروح على الكركون ونطالع الذهبات. شنو الفرنساوي ما عاد يتركنا لأنه ضربنا لهم على عصرهم. الشباب كتار بس ما في سلاح. طيب شو رأيك روح على الحارة واجتمع بأبو عامر؟ لا، أنت ممنوع تروح على الحارة، شنو خطر عليك. انا راح ابعت عزام ورا ابو عامر ويجي لعنا وبنحكي معه بالموضوع. العمى يخرب بيته، شو ما في شرف، العمى على القصة. ام سعيد، هاي القصة ما بينسكت عليها ابنه. شو بدك تساوي ابن عمي؟ شو بدي ساوي؟ لازم ساوي. ايه رح اروح لعند ابو عامر احكي له شو صار معنا ليلة امبارح. طب لازم يلاقوا لي حل، لازم يلاقوا لي حل. ايه ابن عمي لازم تروح، لازم كبارية الحارة يحمونا. لك لازم يعرفوا لهاد منو هاد، لازم يشحطوه من رقبته قدام الخلق كلها، يشنوه بنص الحارة. العمى لك شو اعراض الناس رخيصة. الله هاي وقتك يخرب بيته. انا من بكره بدي اروح على الجامعة ولازم شوفك فيه. لازم شوفك. طبعا لازم تروحي على الجامعة وانا معك. شو ما اعتزتي انا جاهزة. الله يخليني اياك يا رب. خلص حبيبتي خلص. كلياتنا على هالطريق يا بنتي. امي معلش تركيها تبكي، البكا بيريح، بيريح الميت بقبره وبيخليه يعرف قديش اهله بيحبوه. يلا اللي بعده. يلا بسيف سلام محمود قرب هيك، خلي دور للنسوان يا اخي، النسوان كمان بده ياخذوا. يا كامل خف يا ابني. امور معلم، اخذت الخبزات لعمك ابو سعيد؟ لا والله. ليه؟ يعني عنا شغل كثير معلم. هات هاي من ايدك. ها يا
مسيك روح اتحرك هلا تروح تاخذ له ياهو. يلا بس هاي روعي بسرعه. لا تعيطوا انتوا كمان، الكل رح ياخذ عم الكل. لا تسرعوني. هذا مو شغلك يا ابو سعيد، انت بتتصرف انت وهرمتك مثل ما بنطلب منك. امرك سيدي امرك. الامر لله. اسمع عمي، من اليوم بتطلع وبتفوت ولا كانه في شيء، بتقعد بالقهوه بتمزح مع الناس وبتنكت عادي، وهربتك نفس الشيء بتفوت على كل بيوت الحاره. وبنتي سيدي بنتي بتضل بالبيت. دخيلك يا ابو عامر بدها تبقى بالبيت لحالها. لا تخاف، قلت لك انا والمختان مرتبين لشيء لحتى نكون شو هالواطي، بعدين من اليوم رح نراقب بيتكم. قومي تقبريني، قومي، هي اجى الخبز تازة. يلا يا عمري قومي بركي بتقبلي لك شوي. تركيني يا امو تركيني، مشان الله تركيني، ما عندي قابلية غير للموت. بعيد الشر عن قلبك، ان شاء الله اللي عمل معك هالعملة هو اللي يموت. قومي يا عمري انت، قومي كرمالي. يلا تقبريني انت، يلا يلا حبيبتي يلا. زاد بجننوا. يا عدي يلا حبيبتي يلا مدي ايدي. بده يجي ابو جبل ويتجوزك على ما انت. وانا ما رح وافق. ايه مو على كيفك وديان. شلون يعني مو على كيفي؟ ايه مو على كيفك. ليش مين انت لحتى تقولي لا؟ انا وديان. وانا شروق، وابو الرجا تجوزني وطلقني مشان ضيف اجى لعنده وحبني، وراح الضيف وبعد منه اجى 100 ضيف وما فيني اقول لا. يعني شو؟ ارضى فيه وصير تسلاقي لضيوف ابو دعاء؟ ايه وديان، لازم يصير فيكي مثل ما صار فينا كلنا. ليش هيك لازم يصير فينا؟ ليش؟ لأنه نحن عبيد عنده. لا يا حورية، العبيد أحسن منه. وبشو أحسن؟ العبد بيعرف أهله وعايش معه، أما نحن من يوم ما سرقنا أبو دعاس من أهلينا نسيناه، نسينا بيوتنا، نسينا الحالة اللي خلقنا فيها، نسينا كل شي كنا بنعرفه بصغرنا. يا كامل يا مجودة يا وهي أحلى صحن فول لأحلى مطيع. هلين ماجد حطن حطن بالله جوا. تكرم عيونك. السلام عليكم. عليكم السلام. شوي شوي بس. على مهلك. اخ اخ اخ. ما تستعجل على حالك، شوي شوي. لك شو قومك يا امي من تختك؟ والله داخلني من الغرفه يا امو. ما بيصير تقبرني، مشان رجليك يطيبوا بسرعه. ان شاء الله ما بصير شيء. الله يكبر. الله يسلمك. اهلين يا مفروض. شو اخي؟ شايفك قاعد بأرض الديار. طمني، ان شاء الله رجليك ما عم يوجعوك. شوي شوي اخي، مو كثير. باركي لي يا ابو. ان شاء الله الف مبروك، ان شاء الله آية الرزق يا رب. مشي الحال يا ابو، اليوم بالليل رايحين قبض المصاري لابو الضاح ونستلم منه المفاتيح. الحمد لله.
اشتريت دكانة أبو وضاح أخي؟ إيه لكان أخي، وبدي بيع فيها صوف كمان مشان ورجي لهاد اللي اسمه مطيع إنه بس هو قدران يشتري دكة ونحن قدرانين. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أخي. خليهم يطقوا من قهرهم وكيدهم. يوه شبه فوزية بس يندق باب صاب تركض ركض لحتى تفتحه ليقوم ناطر حدا. شبنا عيون كأنك عم تنقري وقت عم بيجي لعندكو. هلا خلصني شو بدك؟ بدي اقول لك كلمتين حطيهم حلقة بدنك. هذا العزي اللي انت فيه انا سببه. لو ما كسرت قلبي ودعست عليه ورضيت انك تتجوزي ابو عامر كنتي لهلا عم تشطفي ارض الديار عند عمتك. بقى لا تشوفي حالك علي الله يوفقك. قداس هلا شو لزومه هالحكي؟ بعدين الله يسامحك. هلا انا شايفه حالي عليك. حطي براسك انه هذا الولد اللي عم تربيه انت وابو عامر رح اخده لانه هذا ابني انا. قداس هلا شو بدنا بهذا الحكي نحنا؟ شو بدنا؟ يعني قلت لحالي بركي نسيتي انه انا سبب هالعزية اللي انت فيه، ولولا يلي ساويته من زمان معك كنت صرتي هلا ببيت عمتك يا خانو. قداس الله يوفقك. خلص قلي شو بدك مني. خلصني ما بدي حدا يشتغل. شو بدي يعني؟ بدي مصاري. طيب وانا منين بدي اجيب لك مصاري؟ من وين؟ لا ايو بدك تضلي تصحي وتنحي لك فوزية. انا بعرف انه كل الغلة معك، كل غلة البواكي والمالكانات والاراضي. ابو عامر ما بيخبي عنك شيء. بقى فوتي جيبي لي كم ذهبي احسن ما اقول كل شيء بقلبي وانقذ الخمير والفطير. قداس والله العظيم والله العظيم ما معي غير ليره واحده ذهب. امبارح اخذتها من ابن عمي مشانك. شو عليه؟ هاتي بدبر حالي فيها. طيب استناني شوي لحتى اجيب. شو هو الخمير والفطير يلي بده ينكتو قداس على فوزية؟ وشو الممسك اللي ماسكه وعم بيهددها فيه مشان ياخد منها المصاري؟ يخرب بيتها من حالها. زك قداس هي اللي ردها. عمرك حلوة وبتضلي حلوة. قداس الله يوفقك. ببوس ايدك. شيل ايدك ما بدي حدا يشوفنا. ماشي رح دبر حالي فيها مع انه هي ما بكفي منه. خلص ماشي رح دبر لك مبلغ محرز بس هلا روح الله يوفقك. روح هيك. فوزية بتبين على قداس وهي بالأرهاب. بوسيدي حبيب قلبي عامر الله يكرمي. خلاص ماشي روح روح. الله يسلم روحك وقلبك وعيونك يا غالية يا أمه للغالي. مطيعة 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 انتي وين كنتي؟ وين بدي يكون يعني؟ كنت بقطي وعملتي لي قهوة؟ ما قلتي لي ساوي لك قهوة؟ طب يلا روحي انقبري اعملي قهوة. تكرم عينك فوزية رح اساوي لك القهوة.
معقول تكون مطيعة سمعت شي؟ لا لا، الأوضة بعيدة عن الباب كتير، ما رح تسمع شي. كم خروف قلت ولا؟ أربعة معلمي، أربعة. ليش بس أربع خواريف؟ شنو الراعي اللي عم يرعاهم ما كان معه إلا أبو كم راس غنم، ولما شافنا قدر يهرب الطرش. معناته لازم تبعدوا شوي، تعملوا لكم كم ضربة محرزة قبل ما تخلص المونة. إيه والله يا معلم، شنو ما صفيان عنا غير شي ست سبع قرفان ويمكن كم معزة هاي. سدو، لا تاكل هم يا بي، لا تاكل هم. بهاليومين بنعملنا ضربة محرزة ومنجيب لحم يكفينا شهرين. خلي كم واحد من الرجال يغزي على البساتين القريبة، يجيبوا لنا شوية تفاح عنب، بس مو خربانين مثل هذيك المرة. سمعت شو قال سيدك ولا؟ سمعت معلم، سمعت. يلا هو لشوف. أمرك، يلا أمرك. ايه يا بي، شو عندكم شغل بكرة؟ وصلتني إخبارية يا بي إنه في قافلة جاية من الحج حملة بضايع، فعم فكر هاجمة. هاي ضربة كبيرة، بتشلحون كل شي، ما بتخلوا معهم شي، حتى الحرم بتجيبوهم والأولاد كمان، كله بيلزم. صار يا بي، لا توصي حريص. إن شاء الله هنيان. الله يهنيك يا رب. لا صرنا أحسن. أنا لازم إلا لشهيرة خانم على اللي شفته وسمعته اليوم. لازم تعرف شو في بين فوزية وكداس، لازم. بس مو هلا. شهيرة خانم تعبانة كتير ومناقصة هم فوق همها. بس يلا، بكرة بس تتعافى بإذن الله رح أقلها على كل شيء. مطيعة، بشو شاردي؟ ما في شي تقبريني، بس يعني قال لي بركضن إذا حطيت الأكل، بتتغدي معنا؟ يلا هلا بس يجي ابن عمك حطي الغدا وناديلي. على عيني وراسي شهيرة خانم. الله يرضى عليك إلهي، والله ما في منا هالمطيعة. وأنا شهيرة خانم؟ وإنتي كمان، والله ما في مني. عسلامتك، الله يرضى عليك. مو مثل هديك السرنوة اللي ما بشوف خلقتها إلا وقت بيجي جوزها وبتتوجهن له. كل واحد بيعمل بأصله. اي والله. يلا رح ساعد مطيعة وارجع لك. يعني ضرورية روحتك لعندهم كمان اليوم يا بي؟ خلصنا يا بي سخار. اي مو ناقص قلت لي وين روح وين ما روح. العفو منك يا بي، العين ما بتعلى عن الحاجة، بس الله وكيلك عم يضل بالي مشغول عليك لحتى ترجع. الله يرضى عليك، لا ينشغل بالك يا بي، لا ينشغل بالك. يعني كمان بدك بات الليلة عنده؟ ايه يا بي، بدي بات الليلة عنده. ولشو النوم يا ابي؟ لشو؟ لك ابي ابو الرجا بيخاف علي، بركض رجعت بالليل هجم علي شي ضباح. يعني انا يلي بدي افهمه شو هو الشغل الضروري بينك وبين ابو الرجا؟ يعني لا تواخذني بالكلمه، ابو صخر بمقامه العالي وين؟ وابو الرجا وين؟ لك ابي ابو الرجا بني ادم، ابو الرجا رجال معدل محترم ابطاي، نسيت وقفته معنا وفزعته وقت دخلنا حاره الاصاب؟ والله ما بنسال المعروف طول عمري. لا يا ابي ما نسيت، بس كمان انت لا تنسى انه مدفوع حقه لهي الوقفه، يعني قابض ابو الرجل. لك خلصنا العمى، ضربك يخرب بيتك شو بتلعي؟ لك اكثر من اخواتك البنات بتلعي شو بلا؟ صخر؟ فهمت ولا فاهمك ما؟ فهمت يا ابي فهمت. تزهرب انت واخواتك، ضربوا ليه؟ العمى ضربكم؟ من شهرين ما اكلنا استشعار، يخرب بيتك، فتحت نفسك على اللعيب، ضربكم؟ السلام عليكم. شو عليكم الشراب؟ أهلين أهلين، شرف عم شرف. خير عزام، شو صاير؟ يلي صاير إنه العقيد أبو الخضر ضروري بده إياك تجي لعنده اليوم. مشان شو؟ مشان شغلة الكركون عمي. أيوه عمي، سلم عليه وقل لهم ما يحكلوا هم وما بيصير غير اللي بده اياه، بس بدي يعطوني وقت لحتى ارتب اموري. ونحن جاهزين عمي، بس ضروري تجي اليوم. خلاص خلاص رح اجي اليوم المساء، بكون عند امكم. بس المكان تغير عمي وصار باول مفرق الطاحونه، انت وماشي على كتف النهر على بعد 50 متر اذا الله ما كذبني. خلاص خلاص عرفته، ماشي خير ان شاء الله عمي.
يلا انا صار لازم امشي. السلام عليكم. مع السلامه. يسلم على الجميع. الله يسلمك. تعرف مختار، ابو الصلح وابو الخضر معهم حق، بدهم سلاح، وانا خايف شكري يا فندي يبعت حدا من جماعته يتفق مع رئيس المخفر وينهبوا الذهب، بهيك بيكون راح كل شيء عليهم. معناتها يا ابو عامر لازم يضربوا المخفر. لازم، وما في غير الطريقه اللي اتفقنا عليها انا وياك. نعملنا شي شغله صغيره برا، منخلي رئيس الكراكون وجماعته يطلعوا. بهالطريقه بيفضل جو لابو الخضر وجماعته. هذا الحكي متاكد منه؟ ايه سيدي متاكد لك. عن شلون؟ انا سمعته بيد نهائي. وابو الصلح وابو الخضر ورجاله متاكد من محله؟ بالمحل اللي قلت لك عليه سيدي. ايوه حلو ماشي. شو عليه؟ قوم تيسر انت. ولا لا عود عود عودك، تستاهل اكبر مكافاه على الخبريه. لا سيدي لا تعذب حالك. يعطيك العافيه معلم. عليك غريب معلم. مش عم يرغل والقمح قربوا يخلصوا من المستودع. بعرف عمي بعرف، وصيت على حمل كبير جايني من حوران بهاليومين. يعني معلم انا قلت بقول لك مو اكثر. لك عمي بعرف كل شيء بصير بوايكيه. بدك يعني ما اعرف شو ناقصنا؟ لا عفو يا معلم مو هيك القصد والله. عمي انت مو جاي مشان الشغله هي. في تمك حكي احكي. يعني بصراحه معلم. لك احكي لا تخاف ولا تخجل. معلم شو صار بالوعد اللي وعدتني اياه؟ قصدك مشان الجوازه؟ ايه معلم مشان هيك. انا لساتني عند وعدي. هي المشاكل اللي مرينا فيها بالحاره لهتني عنك شوي، بس ما نسيتني اياك. عمي من هون لشهر زمان اعتبر جوازتك منتهيه، وراح خبر عيالي يدوروا لك على بنت الحلال. لقيتوا الف نعيمان عم يبعدوا. الف نعيمان معلم رشدي. الله ينعم عليك ويرحم والدينا ووالديك يا عمي عبود. كرامه لسيدنا النبي العربي الهي. نعيمة صغيري. الله ينعم عليك عمي. الله ينعم عليك. نور الحمام. نور بوجودك الله يشيرك بيا. تعال شقيتي تعال. يلا يا رب بسم الله. تفضل. عبود الله يرضى عليك بجيب له كاسة شاي يفرك عجم ونفس ارجيله من تحدياتك لصهري. يا امر عيونك احلى كاسة تفرك عجم واحلى نفس عجمي لعيون المعلم رشدي. الله يسلم الايدين يا عبود. خير عم رشدي؟ شافك اليوم سكر الدكان على بكي. بصراحة مسكرة بوشي لهيك سكرت على بكير. عم رشدي اذا شايف شغلك بالدكان دائر مو جايب همه، اجر الدكان وتعال اشتغل عندي هون بالحمام. عندك بالحمام؟ ايه عندي بالحمام، شو فيها؟ لا العفو قصدي يعني ما هيك انا اي شيء، بس انه شغل الحمام ما بفهم فيه، بعدين هي عبود يعني قايم بالشغل كلياته. رشدي مفكر حالك رح تشتغل عندي هون شغيل؟ لا عمي لا. انت لما بتجي لهون على الحمام سعرك بسعري، يعني رح تكون معلم مثلك مثلي. بلالي يا عمي بلالي يا مالي فيها. وكاري بالفواخير حابه ومالي حاب غير الكا. ايه على راحتك عمي، بس لما بتحب تغير مصلحتها هالحمام هذا حمامك. والله يديم عزه ويديم الحمام ويسلمه لاصحابه الهي ربي. وهي احلى كاسه الشاي وارجيله للمعلم رشدي. الله يجير الدياب عمي عبود. الله يجير الدياب. الله يسلمك. لك شو هالشبوبيه هي؟ ما تخلق بني. الله يخليكي. مسكي هذا الكيس فيه 50 ذهبيه، تطبيهم منيح قايمهم حق الضاعه من بوايكي. تكرم عينك. إيه والله والله ما رح خلي الطير طاير يعرف وين. الله يرضى عليك. لروش على أختي وطمن عليها ليكون ما عم دير بالك عليها لك فوزية. لا أيو كيف ما عم دير بالي عليها؟ إيه والله والله ما عم فارقة دقيقة واحدة. إيه الله يرضى عليك. أختي كل شيء إلي بهالدنيا، حتى لو اعتازت لبن العصفور بده يحضر لها. مو تكرم عينك وعينها. الله يخلي لك ياها. والله أنا بحبها وبعزها مثل أمي المرحومة. الله يرحمها. ومطيعة وكاملة عم يشقوا عليها. بصراحة هيك وهيك. شو هالحكي؟ ما عم يطلوا عليها؟ لا مبلا بلا ابن عمي حرام. ليش الكذب؟ عم بيشقوا عليها، بس مثل ما بتعرف هن شايلين على ظهرهم شغل البيت والطبخ، بس أنا عم ضلني فوق راسها وما عم خليها تحتاج شغلة واحدة. الله يحن عليك يا رب، هيك بدي إياكي دائما مرضية. ابن عمي. شو؟ أرضي أختك ابن عمي. ما فهمت هي. شلون بدي أرضي أختي؟ وافق تتجوز الرابعة. انتي عم تحكي هالحكي؟ ايه انا عم اقول هيك. واذا وافقت تتجوز الرابعة
رح روح اخطب لك اياها من عيون التنتين. لا يعني ما هنك متضايقة اني بدي اتجوز الرابعة؟ هلا من جهة متضايقة متضايقة، بس اهم شيء شهيرة خان وبتكون راضية. ايوه. شو قلت ابن عمي؟ رح تتجوز الرابعة؟ نشوف. بدك تتجوز الرابعة لك. لا وين فرقت؟ هلا وشك مورد. كيف حاسي هلا؟ الحمد لله احسن بكثير من قبل. ايه الحمد لله. قولي لي النسوان عم يقصروا معك؟ اذا عم يقصروا بمزح رقابهم. ها لا ما حدا عم يقصر منه، كامله ومطيعه، ما عم يتركوني ولا دكه. كامله ومطيعه فوزيه؟ بلا فوزيه كمان، الله يرضى عليهم كلهم. امين يا رب. اختي انت فوق راسنا كلنا، انت بس امري واطلبي. ما يامر عليك ظالم، لك روح الهي يا رب يعطيك ليرضيك ويرضى عليك. امين يا رب. والله يا من بعد ما كانت الامور ماشيه وعين الله عليها بطلي بيها. ما بدها تتكالي بالحاره، بدها تنباع الا وحاولنا نشتريها، يبقى حدا باعنا. طيب يا ابي ليش ما بتشتروا له دكانه برات الحاره؟ مو احسن له؟ هو هيك رح يصير يا ابي اذا ما لقينا حدا يبيعنا. يا ابي من بعد اذنك انا ما بدي الدكانه تكون الا بقلب الحاره. ليش على كيفك يا عمو؟ ايه يا عمو ايه على كيفي. ليش يا ابي بدك اياها بقلب الحاره؟ عشان ما بعد عنكم يا ابي. هيكو كول امي كول. ما جا على بالي. بتوفر. أشر لك يا ابن عمي. أشر يا شيخ. وما شفت لك ابو عامر غير حامر ضل بطريقه وطالب برات الحاره. وما عرفت وين راح؟ حاميد شو بنا؟ يعني منين بدي اعرف وين راح؟ انا بسترجي اساله لابو عامر وين رايح وين جاي؟ سيدي بكره بنعرف بنعرف. لك صحيح ما قلت لي، ليش ما عاد رحت سرت مع كذا؟ لا اعوذ بالله ما عاد رحت ولا بدي هالروحة، شنو بخاف شلت لا ما. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو بخاف شلت لا ما. يعلقوني بهالسوسي الوسخة وانا ماني قد ابنه، بيشلحوني اللي فوقي واللي تحتي، واصلا ما في شيء فوق ولا في شيء تحت. لك بعرضي بعرضي عم تحكي مدوزان. شنو هدول السوستين لخربان البيت وحدة بوحدة، سوسة القمار وسوسة النسوان. مزبوط كلامك، مع انه الثاني يعني هيك اشوى بشوي، بس الاثنين هيك بنطفوا الجيبة. هذا رئيس الكراكون بشير معصلجة شوي وقبض اياها زيادة عن اللزوم. سيدي معه معه بلين وبيرجع لرجله مثل ما كان ابوه. معك حق. وين صياح؟ لسه ما اجى؟ بالظاهر في شي شغله. خير 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 ان شاء الله، خير ان شاء الله. صياح وصل عجيب. يا سبحان الله. قلت لك صياح وبعرفه الا ما يجي. ابن الحلال عن ذكره بيبان. السلام عليكم. شرف يا ميت، اهلين وسهلين. جازوا العشاء يا. انت لحد ما رح تجي؟ لا ولو معقوله ما اجي. اشرب شاي. اي والله. طول بدك تطول بالك عقيد، بدك تطول بالك وتروح، يعني ما حلو بضل هو العقيد، ما بصير انت تقول له شو يعمل شو ما يعمل، مو حلو يا ابوك. مو هيك القصد ابو دي. لك شو القصد؟ روحت قبيلة عند الجماعة ماني حابب ابنه، شنو هدول جماعة سرسرية وقطاعين طرق، بعدين بعدين شو ما تكمل؟ ولو ابو الديب انا صاحبك. لأني بعرفك صاحبي وبعرفك مين انت يا ابو دي، بدي احكي لك وفش لك خلقي. احكي عمي، احكي وفشه لقلبك. أنا اللي محيرني انه بكل روح اللي عندهم عم يحطوا له هذيك الحسبه. والله يا ابو ديب خايف يكون عم لعبوه مار ويجلحوا كل المصاري. ايوه والله مو بعيده، مو بعيده ابنه. ايه وشو لازم نعمل؟ مش طالع بايدنا نعمل شيء وما عملناه؟ لازم نعمل شيء يا ابو ديب. والله ما بعرف شو بدي اقول لها. هلا ابوك ما في الا واحد، واحد بس هو اللي بيمون عليه. ومين هو؟ مظهر. مظهر بيك ما في غيره. ايه والله وانت قلتها، انا رح اشوف مظهر بيقول. لا مو هلا، طول بالك شوي. يعني بركة ابوك لحاله بطل يروح لعند هدول الجماعة، وإذا ما بطل ساعتها بنقول له مظهر بيك. بنفهمه انه لازم يقول له انه ما بقى يروح لعند ابو الرجاء. انا جاهز عمي، والجماعة اللي بيبيعوا سلاح كمان جاهزين، بس بدنا نأمن المصاري. حلو، معناتها أمورنا محلولة بإذن الله.
ان شاء الله يا ابو صلح. الله يقدم اللي فيه الخير وييسر امركم. وهي احلى كاسه شاي لعمي حامي. هايين درغام. هايين بربا. لك شو صار طلع العفريت؟ السلام عليكم. اهلين بمعلمي وتاج راسي مصر بيك. كيف الشباب؟ شو الاخبار؟ ابو عامر طلع من الحاره. من ايمتى هذا الحكي؟ والله صار له حصه منيحه يا بيك. اكيد راح لعند ابو الصلح وجماعته. ولك اخ ايمتى بدي اخلص منك يا ابو عامر؟ ايمتى؟ تفضل تفضل اشرب معنا كاس شاي يا بيك. صحتين وهنا. دير بالكم منيح. بامرك. تؤمر امر. بكره بتزبط لي وضع غريب، صار وقت شوفه. حاضر معلم، اعتبره صواب. تصبح على خير. تفضل تفضل مصر بيك شرب كاس شاي. الله معك يا سيد راسي. الله معك. شو هالزلمات؟ لك ما في اخوه بكل الشام مو بس بالحاره. حامد بدي اسالك، مظهر بيك شو بده من غريب؟ اذا بتحشر انفك بهيك قصه مره تانية بحشر لك اياها بهالقبيله. بتبطل خرج تقعد على المحرسه. لا لك عمي لا، ما دخلني انا، شو دخلني؟ انا علي بمحرسي واعرف له لمظهر بيك مين عم يطلع ومين عم يفوت على الحاره. مسيك مسيك، روق لي دمك بهالشايات. سلامو. بسم الله الرحمن الرحيم. رعبتيني بالله. رعبتك لتكوني شايفتيني شي جنية او عفريت قدامي؟ مع مين قاعدة عم بتقرقري كل هالوقت؟ ابو سعيد الدومري. ها، وشو بده ابو بطيخ جاي لعنا بنصاص الليالي؟ شو بده يعني؟ بده ابن عمي ضروري ضروري. وانت شو قلتي له؟ شو بدي قله فوزية؟ قلت له ابن عمي مانو هون، واذا بدك يا روح لعنده على البوايكية. بس هيك؟ شو بده يكون في يعني فوزية؟ والله ما بعرف. روحي انقبري على غرفتك. يلا. على ابو سعيد الدومري قال صار لساعة عم بتطق حنك، واخر شي بتقلي ابو سعيد الدومري يا على مين عم تلعبي هالالعاب يا كاملة؟ لك انا فوزية، فوزية ماني مطيعة. الله حي المرزوق عمية. لك اهلين. لك ليش هيك معذب حالك؟ لك شو معذب حالي؟ يا احلى بريق شاي يخدم شواربة. عشت يا طيب. المهم يا صاحبي، سمعت لك سمعة ما بتسر بنوب بنوب. اوف، خير اللهم اجعله خير. خير يصيبك. هذا الفرنساوي بده يطالع كل المساجين والمحكومين من سجن القلعة. وليش لحتى يطلعوا؟ شو ليش لك مرزوق؟ مشان تعلق الناس ببعضها وكلت هي على الفرنساوي. بس هيك راح تفلت القصة من بين ايديهم، تكتر المشاكل بين الحارات.
لك لا تجدبها مرزوق، يعني مو هذا هو اللي بده اياه الفرنساوي؟ بعدين صاحبك بده يطلع من بيناتهم. ها، وعن مين قصدك؟ عدلي. عدلي ما غيره، شنو اكيد بيكون طلع مع المساجين. ايوه يا سيدي، وانا عم استنى قلبك لسه مليان منه لك مرزوق. قلبي مليان وبس، يقول مليان ومنتلي، ما بنسى هديك الليلة اللي نزل فيها لعنا على أرض ديار كرمال يسرق المصاري وكشف على حريمنا، كشف على حريمنا. لك رجدي، أنت عم تفهم علي؟ أخ، لو هداك اليوم مسكته بين إيدي كان فصفصته فصفصة. لا إله إلا الله. لك والله معك حق وحاس فيه، بس كمان أنت قدحت نقف الدين قتلي، مسحت الحارة فيه. بس ما اشتفى غليلي لك رجدي، ما اشتفى غليلي، لأنه أهل الحارة سحبوه من بين إيدي. بس إلك علي إنه هالمرة يكون حسابه غير شكلي. وأنا سيف بظهرك. وشو بدك امين؟ وانا بستناكم قريب من الكراكون حتى راقبلكم الجو وفوت سوا. الله محييك سيد. يا الله يا رب. السلام عليكم. عزام، السلام ورحمه الله. وصل ابو عامر وسياح لاول الطريق. شيء تصبحوا على خير. الله معك يا كبير. الله معكم. امان الله. الله معكم. صار له كم يوم ما عم يرمي حجارة على البيت. يا الله شو كان حلو الحجر تبعه لما ينزل واسمع صوته. بتعرفي انا احيانا بحسدك يا شفيقة. بتحسديني؟ وليش بقى؟ يعني انتي على القليلة في حدا اهتم فيكي حتى لو كان اجير فران. اما انا يا حسرتي ما حدا مفكر فيني. اشتهيت واحد بس يحس فيني حتى لو كان زبال رضيانة. يعني انتي بدك حدا يكون بحياتك تحبيه ويحبك؟ انا ما جربت الحب، لا حدا حبني ولا حبيت حدا. يعني انتي لو ما عبود بيجيب لنا الاغراض على باب البيت كنتي حبيتي. قولي على قلبي عليك يا اختي. حاسة كل يوم عم يمرق مثل اليوم يلي قبله. ما في شي جديد بحياتنا. الله يسامحه لأبوك، حابسنا بين أربع حيطان مثل العصافير اللي جوا قفص. طولي بالك أختي، بكرة الله بيفرج عليكي وبيبعث لك نصيب يعودك عن كل هالحرمة. والله حاسة ملهمة رح ضل هيك بين أربع حيطان ما حدا حاسس فيني. هلا ترتاح لك شوي عمي، تشرب لك كاسة شاي وبس يطلع الضوء بإذن الله بتتيسر الحارة وأنا بلحقك. مشي، لا تأخر علي بكرة. لا والله بدي أتأخر عليك شوي. ليه؟ لأنه بدي بيع الحليبات لزلمة هو، ما رح نزلهم على الحارة مشان أتفضى تمام لشغلتنا. حماك، أنا بس بدي إياك ما تأخر لأنه الشغلات اللي اتفقنا عليها لازم نبدأ فيها. لا تأكل هم عمي، لا تأكل هم، قبل الظهر بالكتير بكون عندك إن شاء الله. تفضل هون الغرفة ارتاح. يا الله.
حياتك ما رح يهدى لي بقى اللي عارف مين اللي قتل ابوك. ليش قتلوا؟ الوالد كان عنده اعداء كثير. انت بتعرف حدا منهم مظهر؟ معلوم، كل اهل الحاره وعلى راسهم ابو جميل وابو عامر. كيف يعني؟ يعني هني اكثر اثنين كانوا يكرهوا ابوكي بالحاره كلها، وانا هيك حاسس انه هني ورا مود ابوك. لازم اخي يعرف. عارف، حكيت انا وياه رح يتم ويحقق لي يعرف الحقيقه. الله لا يوفقه. ليش ليقتلوه؟ ليش؟ هو شو عمل لهم؟ هو ابوكي الله يرحمه كان على الصراط المستقيم، كان عادل، رجال قضايا، وهن يعني ما ناسبهم هالشيء، كانوا يعملوا شغلات ما بيرضى فيها لا الله ولا عبد الله. يا رب يا رب بنعرف اللي قتله. يا رب اخوك يا بضاي وقت حاله، واكيد رح يعرف مين اللي قتل ابوكي، بيعلق مشنقته بنص الحاره. انت بتحب اخي بشير مظهر؟ معلوم حبه، مو بس بشير، انا كل عيلتكم بحبها لاجله، وخصوصا ابوكي الله يرحمه. الله يخلي لي اياك يا رب. تعال الله يرحمه الغالي. سلام يرمي الفتن. بدنا كل شيء. خود كل شيء، خود البهائم وخود البضاعة، بس اتركونا نروح بحال سبيلنا. لا تفهموني غلط، بدنا النسوان والأولاد. لك انتو ما تخافوا الله، ما فيكم شرف، نحن حجاج بيت الله الحرام. أهلين حجاج. يا جماعة إن شاء الله ما تواخذونا بالغلط. شان الله ما تواخذنا، شان الله احلى حاج. لعن ابوك يا شيطان. يا
حسن إليه. الله يرحمه. وانتو خلصوا على الزلم الباقيين وخذوا البضاعة والنسوان والأولاد والحقوني. أهلين أهلين أبو صفوان، تفضل. يا الله يا الله. شو إن شاء الله تكون جايب أخبار حلوة؟ على كيف كيفك؟ شلونك؟ أهلا وسهلا، نورت. كيف صحتك؟ أبو صفوان تفضل ارتاح. تفضل. إن شاء الله لقيت لنا شر لهالمال. كان امبارح جيت لعندك على البيت مرتين ثلاثة وما لقيتك. ايه والله كنت عم ابيع حليب بالحارة. طمني، ان شاء الله لقيت لي زبون مرتب للمالكانة. يسلموا بياتك. ايه نعم، امبارح جبت زبون لهون مدهن مرتب تمام، شاف البيت وشاف الارض كمان من بعيد لبعيد، يعني عمل هيك نظرة وراكب تمام التمام. على كيفك. ايه الف الحمد لله. طيب امتى بتحب تجيبه لنتفق؟ بكره عمي، بكره بعد صلاة العصر بيجي لهون ومعه المصاري، وانا بعملكن حجة البيع كمان. ولا يهمك. خلاص، معناته أنا بخلص شغلي على بكير وبستناكو. بس لا تنسى صياحة، أنت وعدتني بكمسيون مرتب. لا يا أبو صفوان، تكرم عيونك. بعدين مو صياح اللي بيوعد وبيخلف، كمسيون على كيفك كمان. والله أنت أبوها يا عمي. صياح اللي بقى لشوف، أنت ليش رح تطلع من الضيعة؟ بدي دور على أهلي. قسما بالله ومالك علي يمين، من يوم اللي توفى المرحوم الله يرحمه. الله يرحمه. تعيش وأنا مو عرفان راسي من رجلي، مو عارفان حالي من وين اجيت، مين هن اهلي. بدي ادور عليهم. حتى شغلي يا عمي ابو صفوان شغلي مو مثل قبل، وفوق كل هاد في واحد عم يهددني بالقتل. طيب هلا اذا طلعت من هون واشتريت بيت بالحاره ممكن تلاقي اهلك؟ على القليل بضل بين الناس، يعني بخالطهم ليل مع نهار، وبدور على هذا الواطي ابو دعاس يلي جابني لعند المرحوم الله يرحمه. توكل على الله عمي، توكل على الله. لا اله الا الله. اشرب شاي عم، اشرب شاي. معك حق والله يا صخر، ما حلو رجال تنام عند الناس الا للضروره. نحن مو طالع بايدنا نساوي شيء، بدنا نطول بالنا غصب عنا. بعين الله، ما منقول غير الله يهدي باله ويهدي الاحوال. امين يا رب. امين. ايه بديعه، جهزتي شيء؟ لسه ابن عمي. لا لا، وليش ما جبتي شيء؟ لأنه ما أخذت إذن من أبي لأنزل على السوق. إيه أبي لسه ما قلت تنزل على السوق تجهز. وليش بقى؟ والله ما بعرف ليش. إيه بس هيك ما بصير يا صخر، ما بصير. صدقني ما بعرف شو عم يدور بقاله. إيه بس لازم يفهم علي إنه أنا حطيت موعد للعرس، وبإذن الله هذا الموعد ثابت. بعدين أنا ما بدي أتأخر على بديعة. يصير خير إن شاء الله، يصير خير. شلك غريب بيه؟ هلا بيكون غريب عارف كيف يتعامل مع مرزوق، مشان اثنيناتهم يفوتوا على الكراكون. سيدي ربي يسر ولا تعسير. هذا اللي بدنا اياه. يا مختار يا مختار، الحق يا مختار الحق. شو في مستر، شو في؟ غريب ومرزوق علقانين مع بعضهم. شو هالحكيات؟ لك مو بس هيك، رح يروحوا بعضهم كمان. لا لا ابو عامر، شو حكايته هذا صار عنك؟ كل يوم بيعمل لي خناقه مع حدا. صدقني ما بعرف يا ابو حسني. شو مختار، ما بدك تروح تشوف شو القصه وتحل المشكله؟ ابو عامر قوم لنشوف شو الحكاية. ماني رايح ولا بدي حل مشكلته، هذا واحد واطي ونزل من عيني، كل يوم عم بيعمل لي مشكلة. ايه قوم ابو عامر، بركي بتقدر تهدي شوي، قوم. لا حول ولا قوة الا بالله. شرف لعم، شي السيرة؟ تقول الخناقة مو بحارتنا. يا سيدي خير يا بنتي، ليش عم تبكي؟ تذكرت ابني يا مرت عمي. الله يرحمه، اشتقت له كثير يا مرت عمي، اشتقت له. اسمعيني منيح يا مو، انت لازم تحبلي من اول وجديد،
وتجيبي ولد لجوزك. عم تفهمي علي؟ صلي على النبي، صلي على النبي. الله يرضى عليك حبيبتي. إذا ما خلصت قتلتك ها؟ ولا أنت كمان خلصت، إلك علي قتلة ما تنساها بحياتك. لك عود خلاص أنت ويا عمله؟ لاما عم تهددوا بعدكم قدامي مني؟ خذن هن اثنين على الكراكول خليهم يتربوا وفيق افندي. طول بالك ابو راتب، المشكله ما وصلت لهون ونحن رح نحل القصه بيناتهم. وانا ما رح حلها الا بالكراكول. وانا معك يا ابو راتب. هذا شغيلك غريب يا ابو عامر. ما عندي شغيل، واحد عم يعمل مشاكل بالحاره كل يوم والتاني، لا بوقف معه ولا بدافع عنه. شو هالحكي يا ابو عامر؟ مثل ما سمعت مختار. ابو راتب هذا مرزوق شغيلك، وإذا راح الكراكون رح يتعطل شغلك. يتعطل سيدو. يلا اشحطوا لي هدول الجوز الدامي على الكراكون. والله نسيكم حليبكم اللي رضعتوه من امهاتكم. يلا! جزو بدل ما بيحب الكراكون وجماعة الكراكون. جايك الدار ولا جايك الدار؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شو عم بصير يا بختار؟ شوفت عينك يا ابو جميل. يلا يا جماعة، يلا كل واحد يروح على شغله عمي، يلا خلصنا روحوا. يلا يا شباب، يلا يلا. يلا عمي يلا. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك. تأكد منهم ان الحال عايش بساعة يا زيدان. الله اكبر الله اكبر. زيدان ميت. هذول اكيد قطاعين الطرق هاجمين عليهم وذابحينهم. ولا ترى قوسيني قوس يا اخوي. الله اكبر عليهم، الله اكبر عليهم، الله اكبر. يا لطيف تأكد، تأكد اذا في حدا عايش. يا لطيف يا لطيف. بسم الله بسم الله. شو اخوي وشي؟ هزم العايش، هزم العايش يا زيدان. توكل منه، توكل زيدان. يدفع الحق 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 بسرعه. هات الدابة تناخذ على المضارب بسرعه. حولك لا طلع عليك. بسم الله بسم الله عليك يا اخوي. بسم الله. الله اكبر الله اكبر على كل واحد. شو ما صدقت حالك؟ فورا نزلت فيني ضرب عن حق وحقيقي مرزوق. انا كنت عم بضربك عن حق وحقيقي مشان اللي كان عم يتفرج علينا يعرف انه نحن عم نتضارب عن جد. اي كان بالناقص كان رفشه وكان يبشي. حقك علي غريب، حقك علي. وهي وين بصرفوها؟ قلت لك حقك علي غريب، وبس نطلع على الحاره راح اعتذر منك قدام كل الخلايق. ماشي، وانا من هلا مسامحه. تمام. ايه غريب، وهي صرنا بالحبس مثل ما بده معلمي ابو راتب ومعلمك ابو عامر. بقى قل لي شو بدنا نشتغل؟ مو هلا مرزوق. لكن ايمتى؟ خلص بس يصير وقت وانا بلا. ليش مستعجل على رزقك لك مرزوق؟ يصطفلوا، المهم ما صار في دم. يلا سكر سكر. لك يا وفي كباريت الحارة جايين يحلوا القصة بيناتهم. سكر بقى سكر. تفضل علي الحامد تفوت. شو بدك؟ سيلي بدي لك شي بس خايف تفكرني لقلوق وقليل قيمة. لا ما لك لقلوق ولا قليل قيمة. قول سيلي. هذا مرزوق وغريب سبوا عليك وعلى كل الكرة. سبوا علي انا؟ اي سيدي. سبوا علي انا ولا؟ اي سيدي. وسمعتهم بابني هي مسحوا فيك الاراضي. مسحوا فيني الاراضي؟ الع الع يلا معلف. لا تواخذنا. اوه اوه
عم يسبوني لك. بالغلط، والله العظيم بالغلط يا سيدي. ما في شيء لا عم يعني يفكر في عقلك عم يقوله لسانك، ولما بتسبني بتكون عم تسب الحكومة، فهمان؟ لا، أنا مالي ضد الحكومة، بوس لإيدها. سامحني بوس رجلك. كنت بدي سامحك أنت وهذا المشكل شي غريب، بس بعد اللي عملته بدكم ضلوا عندي هون أنت وياه. ليش أنا شو عملت سيدي؟ خلاص ولا؟ كمل وفي كمل عمرك سيدي عمرك. لا تقوي يا وفي. شو عم بلعب معك انا؟ يستر على حريمك. جهز لي حالك بعده. انت عم توصلني شيري. يا الله خلاص. قويها شيري يا فندم، يستر على عبدك. شيري خلينا نريح شوي. كمل ولا؟ حالك شيري حالك. غريب هاد، ما عاد يلزمني بنو بعد اليوم، فهمت؟ ليش سيدي شو عامل؟ مشاكله كتيرة، كل يوم بيسلخ خناقة ومشكلة بفوت على الحبس، وناقصني أنا. هلا سيدي بدك تطول بالك عليه شوي، معلش. طول بالي. كان ناقصني جنان أنا. شلون سيدي؟ بخاف وقت لو شي قصة يقوم روحنا فيها. لهون لا عاد تخليه يجي، فهمت؟ بأمرك. بس كداس لازمني، بدي اياه يشتغل عندي. لهيك الحوافق انك تشتري له الفرد. سيدي بس ما معه مصاري حق الفرد. ولك دب، بيعه اياه بالتقسيط، خلي رقبته بايدك. خلص سيدي اعتبره صار، واليوم قبل بكره رح يكون عنده الفرد والفشك كمان. ايه بس بالاول فهم منه ليش بده الفرد؟ لشو لازمه؟ عواد الرجال صوابه بصدره ونازف دم من كثير. ايه والله يا ابو راشد، ولقينه كثير من الناس مذبوحه ومزروته بالقاع، ولقيت الرجال بشويه نفس ولحقته. اسمع يا عواد، تروح بسرعه للحكيم ابو مفلح، خلوه يجي قبل ما نخسر الرجال يا عواد. حاضر حاضر. ابو عزو، اللي عم تعمله غلط، شي راح ومضى وما حدا بيعرف شو صار ببيت صهرك ابو عامر. يعني لو كانت هالشغله صايره معك مختار، انت بتقبلها على حالك؟ ايه برضاها، مشان استر على بنتي عن جوزها، مو طلقها منه. والله انا لقيتها كبيره على حالي، انه يتهم بنتي بالسرقه وفوق المنا يضربها كمان. ابو عزو خلصنا، ما بدنا هالفرقة تضل بيناتكم. الناس بدي تحكي طالع نازل، بيقولوا ليش والله ابو عزو ما بيقعد بالمخترة لما بيكون قاعد ابو عامر؟ لك شو بدنا بالحكي ولدت بالعجل؟ شي صار شي ما صار. مثل ما بدك مختار، مثل ما بدك. هيك يا ابو عزو الله يرضى عليك. بس يكون بعلمك انا ما بروح لعنده، انا ما بروح. لا سيدي لا تروح لحتى تتصالحوا. شوف يا بي، لما بيكون عندي ببعت لك خبر انا مع مستو، بتجي وانت كانك ما بتعرف انه هو هون، بتسلم عليه وبتقعد انت وياه وخلصنا. منيح هيك؟ ايه منيح منيح. الك إيه روح قوم على شغلك. وشو من شان غريب ومرزو؟ رح يضلوا محبوسي؟ والله يا ابو عزو هذا لا شغلنا ولا شغلك. شلون يعني مو شغلنا مختار؟ هلا معلمينهم بدهم يربوهم، نحن شو خصنا بهالقصة؟ يعني رح يضلوا محبوسي؟ اخي ابو عابر وابو راتب بدهم يربوا شغيلتهم، مشان هيك تركوهم بالحبس، فهمت علي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شرف يا بتفضل. شو اخبار الحاره يا بي؟ كله تمام يا بي، وعلى كيفك؟ خير ان شاء الله. اللي مين خرج نبعت لحاره الاصاب؟ مشان شو يا بي؟ بدي اشوف نصر افندي. ما في حدا يا بي. يا بي صخر بعت لي دعدوش. يا بي دعدوش ما بيسترجي يفوت على الحاره، شنو بيعرفوه؟ وإذا شافوه ممكن يروح فيها. شلون بدي وصل الخبر لمصهر بيك لك؟ ها؟ خلص عقيد، أنت روق لي حالك وترك الموضوع علي، أنا رح لاقي لك طريقة تشوفه لمصهر بيك. السلام عليكم. أهلين معلم عزو.
شو جابك لهون؟ أبي جيت مشان أشوفك وأحكي معك. ما بدي أشوفك يا مغضوب. بوس إيدك يا أخي. بعيد عني. بوس إيدك سامحني. بعيد عني. طلع من هون. لا لا يا أبو عزة. طول بالك على الولد. طول بالك علي يا شبنا. أبو صافي يرضى عليك. لا تتدخل. هذا موضوع بيني وبين ابني. يا أبي بس فهمني أنا. قلت لك ما بدي أشوف وشك. وإذا بشوفك مرة تانية هون علي الحلال بهتك قدام كل أهل الحارة. نقلع من هون مغضوب. روح. الله يغضب عليك. يعني يا حكيم اتهجه انه يطيب ويتعافى؟ والله هاي بيد رب العالمين. ونعم بالله ونعم بالله. وهالشي يعتمد على قوة جسمه. احنا سوينا اللي علينا والباقي على الله. ان شاء الله يتعافى. الله يسمع منك يا حكيم ويكثر خيرك. لازم يتغذى زين مشان يعوض هالدم اللي يخسره يا اخوي. انت بس خله يصحى واحنا نجيب له لبن العصفور اذا يريد. بس خله يصحى. ما عرفتوا هالرجال منين يا اخوي؟ لا والله يا حكيم ما عرفناه. رجالنا لقوا ملقوح بتشول بهالبرية وجابوه مثل ما تشوف ولقوا ربعه ميتين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمهم. الظاهر يا حكيم أنه متلقينهم قطاع طرق أخذوا الحمولة المعاهم واشتلوا الزلم ورجالنا جابوا الرجال مثل ما تشوف. الله لا يوجه لهم الخير. ترخص لي يا أبو راشد. الله معك يا حكيم. الله معك. زيدان عمي وصل الحكيم. تامر السلام عليكم. الله معك يا حكيم. الله معك. عليكم السلام. عواد مبين هالرجال من عيلة كبيرة والله من سابع سمه هو اللي تلطف فيه. اي والله يا ابو راشد مبين عليه ابن عيلة. وش سويتوا برجال الميتين؟ الله يرحمهم دفناهم. والله ما قصرتوا اكرام الميت دفنوا. بس احنا لازم نعرف من اهلهم ونخبرهم اللي صار معاهم. والله يا عواد هالشي ما نعرفه الا يطيب هالرجال. وهو يسولف لنا سالفته وسالفة رجال اللي ماتوا معه. لك يا أبي يا حبيبي الولد لساته جاهل. يعني إذا ما ربيته وعلمته ما في حدا يربيه. شو قصدك أبو صافي؟ يعني أنا ما ربيت ابني منيح؟ لا لا مين أنا الحكي؟ أنت يلي عم تقول. بالعكس أنت مربيه أحسن ترباية. بس رفقاته نزعوا تربايتك لإله. يلي ما بيسمع كلمة أهله ولا بيسمع كلمة أبوه هيك مصيره وراح يكون مغضوب آخر عمره. روي روي يا أبو عز روي. هذا ابنك وما إلك غيره. عزوتك هذا عزوتك. إن شاء الله بتشوف أولاد أولاده يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أبو صافي يا أبو صافي عزه من زمان ما سأل عني ولا سأل عن أمه ولا إجا لعنا بزيارة على البيت. معقولة يعني بعد كل هالشي اللي عمله استقبله وقول له سامحتك وتفضل لعندي على البيت؟ يا أبي يا حبيبي من طول عمره الواعة الكبيرة توسع الواعة الصغيرة. طول بالك الله يرضى عليك. ماشي الحال ماشي الحال. يلا سيدي السلام عليكم. مع السلامة. معك عمي أبو صافي. مين أبي علي؟ برو مر معنين؟ كنس دكاني منيح لبين ما ارجع. ليش وين رايح؟ شو دخلك انت؟ لا مو مشان شي بس عمو الاشكال انه مالك راجع. لسكر المحل وروح على البيت. يسكروا بلاط على ابرك. راجع واوعك تزحزح من هون. ما انا شايف اواعيه هون؟ حاضر. تضرب من بين الصنايعيه. امشي قدامي بل ما كسر لك راسك. امشي حركي حركي. هلين يا بي الله يعطيكم العافية. كيف كانت الضربة؟ موفى يا بي موفى والغنايم خيرات الله. منو هاي؟ هاي واحدة من الغنايم. شي حلو كتير يا أخي. الحمل وأخذته ورجاله قتلتهم. خلونا نروح. الله يخليكم الله يوفقك. شو عم تحكي هاي الحرمة؟ قال بدها تروح. قال فكرة فوت الحمام مثل طلوعه. ليش خايفة؟ انتي بضيافتنا والزلم هون راح يعجبوكي ويكرموكي كتير. أنا ما بدي طلع عندكم. بوس إيدكم خلوني روح. الله يخليك خليني روح.
كريمة خذيها للمستورة ولبسيها توب من ثيابكن، بدنا نحتفل الليلة بسهرة غير شكل. حاضر. بعدي عني، بعدي عني، أنا عندي الموت أرحم من إني أتزين لحدا غير جوزي. هيك لكان. إن شاء الله بوز إيدك تركني روح. الله رح خليكي تتمني الموت وما تنولي. بدي اياك تكون قبضاي وما تهاب الموت، فهمت؟ ايه فهمت. ايه هذا اللي ما برد على كلامي، هيك بيصير فيه. يعني انا غلطان يا سيام اني رحت على الحاره وشفت اهلي؟ ايه غلطان لكن شو فهمه؟ ما هن من لما كنت عندهم بالبيت كانوا ما بتجيئوك، قمت قللت عقلك ورحت لعند ابوك على الدكان، قام قلعوك تقليعة الكلاب. تقليعة الكلاب؟ مو هيك صار عزو؟ اه ايه والله هذا اللي صار. ايه وانا حذرتك، مرة تانية لا بقى تروح لعندهم ولا رح ازعل منك كتير عزو. ايوه شو رح تعملي؟ رح تقلعيني مثله؟ والله ما بعرف شو رح يطلع معي مرة تانية. بصير خير بصير خير. لا ما رح يصير خير بنوب عزو. لك مشان هيك تأخرت بجيتك لعندي اليوم. ما هي اي والله يا عمي، وبيني وبينك ما كنت رح اجي من اساسه لانه ما عندي حليب بيعه بالحارة. لا لا وين راح الحليب؟ الله جبرهن عمي الله جبرهن. اي الحمد لله الحمد لله. شو رايك نشربنا كاستين شاي بمعيتك؟ اي لعيونك. عود اعوذ بالله انا بشواربي بجيب لك مرزوق. وانت شلون شفت الفرقة مظهر بيك لكبني؟ شفته يا ابي شفته. شلون شفتو؟ شفتو مبارح وقت اللي كان راجع بالليل. ولما كان راجع على البيت انت وين كنت؟ كنت قريب من بيته يا بي. وشو عم تعمل عند بيته؟ يا بي كان دايق خلي قلت لحالي لساوي فتله بالحاره. صبري انت مخبي علي شيء؟ اه يعني شيء مثل شو يا بي؟ لك يا بي يعني اعتبرني مثل اخوك. صاير معك شيء؟ لك احكي. يا بي انا ما بدي اياك تزعل مني. وليش ازعل منك ولك ابني اذا ما لك عامل غلط؟ يا بي انا بدي اتجوزها لفهميه. مين هاي فهميه؟ اخته لما صار بيك. طبعا من بعد اذنك وموافقتك. صار بيناتكم شيء بالحرام لك ابني؟ لا يا بي اعوذ بالله، الله وكيلك مصاير بيناتنا الا كل خير. يعني بفهم كلامك انه فوتاتك وطلعاتك بالليل مشان تشوفها وتحكي معها؟ ايه يا بي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شو ها؟ يعني يا بي بدك تطلب لي اياها ما؟ لك يا بي، يا بي شلون بدي اطلب لك اياها اذا كل اهل الحارة ما بيحكوا مع مظهر بيك؟ لك قلي قلي شلون؟ يعني هلا شو بفهم بالحكي ياك انا؟ بتفهم الحكي انه تسكرني على الموضوع؟ اوعك بقى تشوفها بالليل وتحكي معها فهمت؟ بس يا اخي خلص؟ روح جيب الغداء ولا روح! روح! بيامرك يا بي بيامرك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو هذا؟ من هم الذين هاجموا قافلة الحجاج؟ قطاع طرق ولصوص تجمعوا من مناطق مختلفة سيدي. وهل هم قطر؟ لا سيدي ولكنهم مسلحون. جيد جيد. لماذا تفكر سيدي؟ هل نقوم بحملة عسكرية كبيرة عليهم ونصادر أسلحتهم؟ لا. هل سندعهم وسلاحهم سيدي؟ نعم سندعهم، بل وسنحميهم أيضا. ولماذا نحميهم وهم ليسوا فرنسيين وهم أعداء لنا؟ أنت لا تفكر بعيدا. وضح لي سيدي. هم ليسوا أعداءنا، هم أعداء لبني جلدتهم، وإذا دعمناهم سيقاتلون معنا ويمسكون من هرب منا، سيكونون عونا لنا. ولكن ربما ينقلبون علينا إذا قصرنا عليهم بالدعم والمال. لن نقصر معهم حتى نصل إلى غايتنا. ولكن يا سيدي من يقتل أهل بلده لن ينقلب علينا.
أهلين أبو سعيد يا ميت. أهلا وسهلا. أهلين أهلين أهلين. الله خلي لي إياك يا رب. الله يحفظك. قالت لي حرمتي إنك امبارح مرات وسألت عني. بدك ما تواخذني الله يخليك. أنا أجيب متأخر. لا لا شرف شرف. مو مشكلة مو مشكلة مو مشكلة. خير احكي. أنا جايك مشان موضوع مخدومتك بنتي. موضوع اللي حكيتك عنه. طبعا طبعا طبعا. ولا يهمك. وأنا وعدتك يصير خير. وإلا من لاقي له الواطي. دخيلة دخيلة دخيل أرضك يا كبير. خاصة بعد اللي صار. شو اللي صار أبو سعيد؟ لا تكون أذيتها للمخلوقة. ترى هي مظلومة. لا يا كبير ما أذيتها. بس شو احكي؟ لك والله بنتي تعبانة كثير. ولا عم تاكل ولا عم تشرب. الله وكيلك. ماني خايف. استغفر الله العظيم يا ربي. إلا تعمل بحالها شي مصيبة تغضب الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم على الشغلة. مشان هيك دخيلك يا كبير. ما بدنا ننفضح بين الناس. دخيلك تحل معي ومع عرضي ومع شرفي. بدي بس طريقة لحتى استر فيها على بنتي. هدي حالك أبو سعيد هدي حالك. والله أنا حاسس فيك. بس اوعى حدا يضرب الموضوع. أعوذ بالله يا كبير. ليش أنا بقدر أحكي على شرفي؟ خليك مخبي كل شيء بقلبك وبوعدك يا أبو سعيد. وها هي حطيت إيدي على شواربي. إلا هالابن الحرام اكشفه وجيب لك إياه أنت لتحاسبه. لك دخيلك إمتى إمتى؟ حاكم والله أنا ومرتي وبنتي عم نموت باليوم 100 موتة. لا تخاف لا تخاف لا تخاف أبو سعيد. بإذن الله قريبة وحياتك قريبة. يلا يلا شرف أبو سعيد. الله يديم عزك يا سيدي. الله يديم عزك. البيت بيتك أنت مكان تشرفنا. ها الله يشرف مقدارك ويعلي مقامك أكتر وأكتر ويديم عزك يا رب ويخلينا ياك حبيبي. يلا سيدي اسمحوا لي. سلام عليكم. الله يعطيك العافية. شرف. وينكم يا حريم؟ ليك لا تقبرني. شو بده منك أبو سعيد؟ إجا وسأل عليك كذا مرة. كذا مرة؟ إيه كلها مرة واحدة. أنت ما دخلك قلتيهي بشغلك. خلصنا بقى أنت وياها. عيب. معقولة ابن عمي قاعدة عم بتكذبني؟ عينك كنت عينك. شي لك شو خصك بشغل الرجال أنت؟ أنا ما خصني ابن عمي بس أنا. أي آخر مرة بسمح لك تسألي فيها؟ فهمتي؟ حاضر ابن عمي حاضر. خير أخي؟ ليش طالع صوتك؟ أهلين شهيرة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طمنيني يا أختي كيف حاسة حالك هلأ؟ الحمد لله أحسن بكتير. هيك حاسة إنه هافة نفسي على الأكل وجوعاني. فوزية خدي النسوان وحضروا الأكل بسرعة. يلا حاضر تاجر راسي. نادي لموتي عم الحليم موتي عصر صعب. لا لا وشك مورد هلأ. خير شايفتك مو على بعضك. شو بدهم منك أبو سعيد؟ إيه مشان مصيبته لك أختي. أضرب عليه أنا. رجال مسكين والله مو لأيام مصاي. اللي شلون رح تساعده؟ والله ما بعرف بالي مشغول. تعرفي بدي أخذ رأيك. القهوة يا عمي. يعطيك العافية يا أبو راشد. يا هلا بعواد يا هلا. اقعد. ايه بالله طمني. شو اخبار الغريب؟ والله يا عواد على حال مثل ما هو. وراح يظل كثير على هالحاله يا ابو راشد. الله العالم يا عواد الله العالم. هذا الشيء ما حدا يعرفه لا انا ولا انت ولا حتى الحكيم. هذا بيد ربك. لا اله الا الله لا اله الا الله. الله يشفيه ويعافيه. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يشفيك الله يشفيك. اسمع اسمع يا ابو راشد. لا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يشفيه الله يشفيه. لا اسمع يا ابو راشد يا حاج اسمع. كل بحالة اترك الشيء اتركه. اي هذي هذي يا عواد هذي من الشيء اللي صار معاه. الله يعينه الله يعينه يا عواد. أكون أحنا أكون كل شيء. أتركوا الحريم والبلاد. ماذا يريدكم يا ماذا يريدكم يا كلاب. اسمع شي يقول.
يقول حريم وجهال. أنا متوكد يا عواد أنه كان معاه ناس ومحملين بضاعة. أكيد أكيد هذول قطاعين الطرق هاجمين عليهم وذابحينهم وبايقين الحلال منهم. الله يكون بعونه يا عواد، الله يكون بعونه. دخيلك يا أختي، دخيلك، ساعديني. مستعدة أعطيك كل ذهباتي بس ساعديني. كل ذهباتك؟ إيه. من شان شو يا أم هاشم بدك تعطيني إياهم كله؟ خدي خدي خدي، بس هربيني أنا وابني من هون. الله يوفقك أم هاشم. هلأ الدنيا ليل وأبو الرجا سهران برا، خليها لبكرة الصبح. نحنا قرنة مقطوعة وبتكتر فيها الضباع. ولي الضباع؟ أي خليها لبكرة الصبح، وإن شاء الله أنا بوصلك لأقرب ضيعة من عنا ومنا بتروحي على حارتك. أمري لله، لبكرة الصبح لبكرة الصبح. خدي لبسي هالفستان مشان ما يغضب عليك يا أبو الرجا. ما فشرت عينه؟ أنا ما بغضب رب العالمين. أم هاشم أنا عملت كل اللي علي. مسكي هالفستان وعملي فيه اللي بريحك. مسكي. إن شاء الله ما يتأخروا. هذا وقته المرزوق. خف إيدك، أنت التاني غريب. شو شايفني عم ساوي؟ سيدي في شيء يعني؟ شو شو في؟ ما سمع صوت رصاص؟ الحافي صوت رصاص؟ ايه مظبوط. انت رايح معنا سيدي؟ طبعا رايح معكم. يلا تحرك قدامي. يلا يلا لك تحرك قدامي وفي. يلا يلا يلا. امي خير؟ شو صاير برا؟ خير ان شاء الله. اخي شو صاير بدخيلك؟ احترامي. هل دخل على الحارة شيء؟ أعوذ بالله سيدي، الباب مسكر وأنا عيوني عشرة عشرة. لك ابنها اللي واصل طالع. والله يا سيدي علمي علمي. بس العليم الله، عليم الله اللي واصل الحارة من هون. ها يعني من هون من هون من هون. والله ما بعرف. على محرسك فورا. يلا حاضر سيدي حاضر. يلا اتحرك. حاضر وراي. يلا يلا. We'll be right back.
رجال فتحوا عيونكم منيح. شوف يا ابو عامر، علمي علمك يا بشير افندي، ما عرفنا منين طلع ضرب رصاص، فكرنا ابو صخر هاجم على حارتنا مثل المره الماضيه بالسلاح يعني، هيك يا بشير افندي هيك. شو هالحكي مختار؟ هذا الحكي ما بيدخل العقل. والله اللي شفته وسمعته قلت لك عليه، وانت بتقدر تشوف شغلك وتفتش الحاره لتعرف مين اللي قوص. الحمد لله يا بشير افندي، لا في حدا مقتول ولا في حدا مجروح. يا ريتني شايف جريح او قتيل بالحاره حتى اعرف لو اسمين طلع. يمكن من هون. ايه من هون، ايه من هون. وراي. ومثل ما لك شايف يا سينا، ضربونا وربطونا وحفروا الجوره وطلعوا خابي. طلعوا خابي؟ خابية كبيرة كتير كتير سيدي. وشو فيها يا الخابية؟ شو بدها يكون فيها يعني سيدي؟ شو فيها ولا؟ فيها دهب، دهب ليوم الدهب سيدي. ومليانة على الآخر. ومين كان معهم؟ مين إن هدول سيدي؟ يلي هجموا على الكراكون. ما قدرنا نعرف حدا منهم، لأنه فاتوا ضربونا وربطونا وراحوا حفروا هنيك وطلعوا خابية الدهب، تقولي بيعرف وين قرنتها؟ لك الله لا يعطيكم العافية. ما عرفتوا تصرخوا تندهونا؟ شو هالحكي؟ انبح صوتنا ونحن عم ناديلكم ما بين منكم حدا. تضرب انت وياه على الصوت. وفيق سيدي على مهلك. اسف سيدي اعتذر. فكر قال لي عمرات الكراكون. يلا عمرك سيدي. ولا انت وياه ما عرفتوا تنشوا لكم كم ذهبي قبل ما يهبوها للجرة؟ يقول هالحكي لحالك وفي. لو كنت معنا ما كنت اخذت منه غير اللبط والرفس. تعال انت وياه. الله عليك يا مختار. شو ما صار بيك؟ ما في سلام عليكم؟ على كل حال السلام مو لك لا حتى للي مثل حكايتك ولا لك يا ابو عامر ولا لامثالك. روح عمي روح، روح على بيتك وفكر لحالك كيف عاديت اهل الحاره على شيء سواء ابوك وانت ما دخلك. انتوا اللي اتهمتوه لابي وانتوا اللي شنقتوه ظلم بظلم. نحن ما دخلنا، اللي شنقوا عملتوا الوسخه اللي عملها مع المستوره. لك ابي انظف واشرف منكم. سد حلقك ولا؟ مو انا اللي بنقلي سد حلقك يا ابو عامر. لما بتحكي كلمه حق ويكون كلامك مدوسن وقتها بنسمع لك وما بنسكر حلقك، اما انك تتهمنا ظلم لا بنسكر لك تمك وبصر ماي كمان، نلع من هون. مو انا اللي بنقلي نقلع ولا انا اللي بنحكى معي هيك.
ولا رح اسكت عليكم. ايدك وما تعطي. ايه بورجي عمي اعلى ما بخيلك ركاب نلع من هون. ماشي ماشي يا ابو عامر. هذا امك كبري براسه ودهشت له فيه انه نحن سبب شنق ابوه. لا فوق هيك نحن ظالمين وظلمناه. لساته ما بيعرف شي عن حقيقة ابوه. يا سيدي عمره ما يعرف بس ما يتبلى الناس عن رايحة وجاي. واخدوا معهم السجينين كمان. يا حبيبي يعني بقدر اقول انه اهل الحارة لعبوا عليك يا بشير افندي. وشو دخل اهل الحارة؟ باين الشغلة قوصوا كم رصاصة بالحارة مشان تروح لهنيك ويلهوب، والجماعة كانوا مجهزين حالهم، دخلوا على الكراكون وطلعوا الذهب تبع شكري أفندي. شكري أفندي؟ شكري أفندي اللي كان مستلم الكراكون قبل أبوك الله يرحمه. أيام العصملي. أيوه. معناتها هدول جماعة شكري أفندي. ما فينا نقول شيء لنعرف مين اللي ساعدهم بالحارة. طيب والعمال؟ شو بدنا نساوي مصاري بيك؟ هلا أنت مرقت عليك انه المختار ابو عامر لا بيعرفوا منين طلع القواس ولا مين اللي قواس؟ هيك قالوا لي. نعيما لكان لازم تفهم انه اهل الحاره مرقوه عليك وكلهم عم يشتغلوا ضدك يا رئيس الكراكون. شو في؟ تنعمي سيدي. بونسوار كوماندان. بونسوار شي. سافا بيان ميرسي. اي فو ماذا حصل؟ سيدي لقد هاجموا المخفر. سيدي من هم؟ سيدي جماعة من أتباع العثمانيين هجموا على المخفر كان عددهم كبير ومسلحين. ما الهدف؟ طلعوا ذهب كان مدفون بالنظارة بالمخفر وأخذوه بدون ما يقتلوا حدا. يعني مش مخربين؟ لا 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 مو مخربين. بدي أشوف مكان الذهب. تفضلوا سيدي تفضلوا. في هذا جنون مشينا سيرتوا بنا. سيدي هون حفروا وطلعوا الذهب. غير معقول كل هذه الحفرة كانت مملوءة بالذهب؟ نعم سيدي كان عدد اللي هاجموا المخفر كتار لهيك بشير أفندي ما قدر يدافع عن حاله وعن رجاله وبالتالي ما حصل الذهب. هل من أحد في الحارة يعرف عن الذهب؟ ما بعرف. أريد منك أن تتأكد من ذلك يا سيد مظهر. ربما أهل الحارة يعرفون وهم من ساعدهم. ما بظن. بل أكيد كوماندان. أنا متأكد بالحارة ما حدا يعرف بالذهب. لو عرفوا كانوا سرقوه من زمان. أريد أن تراقب الحارة جيداً. أنا لا أثق بكلام مظهر. أبرك سيدي. ربما هو لا يعرفهم لأنهم من المخربين ولكن أنت شاهدتهم وقد تعرفهم. صدقني سيدي أنا ما شفته. أريد أن أعرف من هم. حاضر سيدي. بشير عقيل
أمحى لك الله محيي رجال. الله محييك أبو الصلح. حضروا الأكل يا شباب. شرف شرف. الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. هذا حقنا، هذا حق الناس اللي سرقوا العصمان اللي منا. حق أبي وأبوه وأخي وأخوك وحق كل ناس البلد. مين هدول عدي؟ هدول مساجين جبناهم معنا حتى ما نكشف الرجال اللي جهزونا الذهب. شو بدنا نعمل فيهم؟ منشوفهم شو عاملين لحتى كانوا محبوسين. إذا كانت شغلتهم صغيرة منقول لهم فوتوا معنا وحاربوا الفرنساوي. ايوه اذا كانت شغلتهم مو صغيره ما رضوا يقاتلوا معنا شو بنعمل؟ بنطلب منهم التوبه اذا تابوا كان بها، واذا ما تابوا راح نحفر لهم قبورهم هون ونقول لهم ما بتلزمونا. شنو بدنا اللي يقاتل معنا يكون بحب البلد وهلا صاروا بعهدتك ابو الصلاح. لا وكمان بده يتجوزها. ايه واذا تجوزها ابن عمي شو فيها؟ لك انا ما عندي مشكله، لكن شو في المشكلة مع أخوها وأمه يلي ما حدا بيطيقها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا ابن عمي نحن بدنا من هالحزمة عود والباقي تنتعوا القرود. لك شلون بدنا نخطب له إياها؟ شلون؟ والله ما بعرف هي شغلتك. إيه لك سكري لي على الموضوع. لا ما رح سكر على الموضوع، لازم تلاقي حل معه. البنت ما دخلها في عائل أخوها وأمها. والله أنا معي، أنا معك، بس كيف بدنا نلاقي طريقة نجوزه إياها بدون موافقة أهلها؟ والله ما بعرف، الحل عندك. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو ابن عمي؟ خلص خلص، خليني أقوم نام والصباح رباح، إيه؟ يعني رح تلاقي له حل؟ لك إيه. الله يسترنا وبلا مشاكل، والله جوازي هي، رح تقوم الحارة وما تقعدها. تقومها وما تقعدها، شو في يا ابن عمي؟ هذا امتى بدك حقه؟ انت شو رايك؟ انا هلا ما معي مصاري حامي. يعني امتى بدك تعطيني حقه؟ يعني شغلة كم يوم؟ تاكداس بدك تفهمني كم يوم؟ ما بعرف. لا بدك تقلي كم يوم مشان انا اعمل حسابي واعطي حق الفرد لصاحبه اللي اخذته منه. بدك تتحملني حاميت شبنا؟ صدقني كداس انا ما معي مصاري، ولو معي مصاري مالك علي يمين لأعطي حقه لصاحبه ما قلك هات بحياتي. خلاص خلاص أنا كم يوم بعطيك حقه شندي بندي. شو بدنا نساوي؟ اللي ما بيسر أمور الناس الله ما بيسر له أموره. خلاص بس لا تتأخر. ما راح تأخر. لف لي سيجارة من اللي معك. وكمان ما معك حق حشي. لك شبك أنت؟ بدك تسلني يعني لأني طفران؟ ولا نسيت انا قديش معبيك دخان لما كنت انا معبى مصاري؟ روّي شبنا روّي عم نمزح معك. تضرب انت وهيك مزح. مسيك روّي. لك مسيك كداس. تفضل عمي. ظلمت لأختي، ما بكفي ابن الحرام اعتد عليها وقتل جوزها، كمان انت قتلتها. الله يسامحك يا بي ويرحمك يا أختي. اصحى يا أخي اصحى اصحى وحاكينا. آه
الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مين انت؟ وين انا؟ انت عندي بالبيت يا اخوي. وين مرتي؟ وين ابني؟ والله ما اعرف شو اقول لك يا اخوي. رجال لقوك مرمي بتشول غرقان بدمك، ورجال حواليك كلهم ميتين. قتلوا ولادينا الحرام. قتلوا ولادينا الحرام؟ ايه ولادينا الحرام قتلوهم. يا اخوي انتوا وين كنتوا؟ ومنين جيتوا؟ وين رايحين؟ نحن كنا جايين من الحج، معانا بضاعة جايبينها من. لا تكمل، لا تكمل، انت جوعان من البارح ما كلت، الحين ناكل وبعدين كمل لنا السالفة. يا الله حركي. الله لا يوفقك يا ابن الحرام، اتركني اتركني، فوز ايدك اتركني. الله لا يوفقك. بس فوز يا زوع فوزي. صفيني المهاجم، المهاجم يا ريتني متت، يا ريتني متت. الله لا يوفقني يا مهاجم. لك شبك شبك، الله لا يوفقك. شو عملوا معك؟ ضربوكي؟ يا ريت ضربوني، يا ريت قتلوني ولا يطلبوا مني الحرام. يا حرامتي، طلبوا منك الحرام؟ بس وحياة رب العالمين ما خليتهم انك بس شافوني بالحرام. الله لا يوفقك ولا يستر عليهم لا دنيا ولا آخرة. طولي بالك، طولي بالك حبيبتي، طولي بالك. استغفر الله العظيم، الله شايف وعارف، إلا ما ينتقم الله منه. الله ينتقم منه. آمين. وانتو جابكم من هالطريق يا أبو هاشم؟ في طريق أحسن منه؟ هذا الطريق هو اللي خلى قطاعين الطرق يهاجمونكم بنص النهار. وما رحموا حدا، قتلوا كل الرجال اللي كانوا معي وأوصوني، بعدين ما بعرف شو صار معي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. قطاعين الطرق يا أبو هاشم لا يحللون ولا يحرمون. يا أبو هاشم بلا زغرة، أنت منين؟ أنا من الشام، من حارة الأصل. والنعم، والنعم من الشام ومن أهل الشام. قل لي يا أخوي، إن شاء الله الحمولة ما كانت كبيرة. فيها بضاعة، فيها حرير وقماش حاسيات وخلافه، بس هذا كله ما بيعادل ضفر من عيالي وابني يا أبو راشد. إن شاء الله يكونون بخير يا أخوي، إن شاء الله يكونون بخير ويرجعوا لك سالمين. أنا لازم روح من هون أخذ رجال ودور على الكلاب ولاقي النسوان. هدول أمانة برقبتي يا أبو راشد، أمانة برقبتي. وين تروح يا أبو هاشم؟ أنت جرحك لسه ما طاب وما تقدر تقف على رجليك، أنت بس الطيب تيسر. وهذول قطاعين الطرق ما هم من ديرتنا، أنا بعثت رجال يدورون عليهم بكل مكان وما لقوهم، أنت بس تشفى ساعتها تيسر. بس يا أبو راشد مرتي وابني. أعرف يا أبو هاشم أعرف، بس ما راح أخليك تطلع من عندنا قبل ما تحسن صحتك. كتر خيرك. لا حدا يهوس، لا شوف شو بده ولا شو جايين. بس معلم هدول جايين ليقاتلونا، لازم نقوصهم واحد واحد. كرم خليك مفتح عينك لأي شيء. أمرك يا أبني. مرحبا، السلام عليكم. أهلا وسهلا. خير، شو بدكم منا؟ احنا جايين بزيارة خاصة لك، ومعنا أمر بالتعرف عليك وبمساعدتك بأي شيء بدك. أهلا وسهلا، فضلوا على الخيمة. أهلا. أهلا وسهلا. لك آخ شو بدي أعمل يا أم جميل؟ بدي ضل صابرة، بس إذا بدك الحقيقة أنا بعذره لأبو عزو على اللي سواه مع ابنه. عشو عذرتي دخلي؟ إيه معه حق يقلعه؟ معلومة من وقت ما طلع من عنا ما شفنا خلقته. إيه بس يا أم عزو ما بصير تتركوه حتى لو غلطان معكم. الله ما بعرف، شيت إنه ما حكيته لأبو عزو، أنا حكيته بس ما رد علي، دق المي وهي مي. طيب انت ليش ما بتحملي حالك وبتروحي بتطمني على ابني؟ هي شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ اعوذ بالله، مشان الله يمينا من هالسيره. ايه مثل ما بدك. دخلك عم تشوفيها لام سليم؟ لا ما عم شوفها. شبها ام سليم؟ ما بها شيء، بس صار لي زمان ما شفتها ولا سمعت اخبارها. اي بعت لي حمى عليها للجوز اللي عندها. يا لطيف شو راسه يابس، لا وما عنده حكي ايده بالضرب الا ولا بناتها.
عملت كوسة محشي من كم يوم وتذكرتها واشتهيتها تاكل منه المسكينة. اي والله يبعت لي حمى قديش بتحب الكوسة محشي، بس جوزها هالكحتوت ما بخليها تساويها الا بالسنة مرة، قال شو مكلفة؟ يا على قامتي عليها، قال البخيل يا ام عزو لو عرف انه ما حياخد معه شي كان ما تبخلن بنوب. ام جميل شو صار بالولد اللي مات بين ايدين جوزي؟ والله يا اختي لساتهم تاهميننا فيه. الله يصبر امه واهله عليه. بس وينك؟ انا مالي مسامحتها لسعاد؟ لا والله على اللي عملته هي واولادها بجوزي واولادي. نحن ما بدنا منك شيء الا ان تحموا انفسكم من مخربين سوف يقاتلونكم حتما. انا ما حدا بسترجي هاجمني لانه عندي رجال ما هب ودب وسلاح بكفيني، بس هذا بالمؤاخذه انتو شو بدكم منا؟ نحن جئنا اليكم لكي نطور بلادكم ونقدم الطعام للناس. نحن لسنا راغبين في الاحتلال لاننا سوف نرحل قريبا. اي انا بعرف انكم ما رح تبقوا عنا على طول، ونحن المساعده قبلناها. اي بس السلاح لحاله ما بيكفي، في معه مصاري شيء؟ هذه دفع على الحساب. وانا بامرك سيدنا، قبل ما يقول شو بده لازم يتغدى عنا بالاول. قولوا عنا سهره مطنطنه. انا لا اقدر أنا. ما بيصير، بدك تتغدى عنا. وي وي ماشي ماشي، جهزوا لنا الاكل يا رجال. انتوا اجيتوا لنار جهنم، وشو جابكم من هذا الطريق؟ انتوا بتعرفوا ماله امان؟ وانا شو بيعرفني وين ماشي؟ نحن مشينا مع رجالنا. ورجالكم ما بيعرفوا الطريق منيح؟ ما بعرف، والله ما بعرف. من كم يوم وانا قلبي ماله مرتاح لابو دعاس وابو الرجا. ليش شو سمعتي وديان؟ سمعت انهم بدهم يجمعوا لناس، بس ما عرفت انهم رح يجمعوا الحجاج. ودخلك ابو دعاس وابو الرجا بيقدروا يفرقوا بين الناس والحجاج؟ انا بعرف انه هن بدهم مصاريون واخذوهم، بس يقتلوا رجالهم ليش؟ الله كبير يا اختي، الله كبير. مظبوطين معلم، وهي حق النقله، هيك نحن مزبوط طلعنا خالصين. كتير مليح. هلا حصلت لي شو بقيان عنا أمه وشعير؟ ايه معلم عديتهم، ترى ناقصنا بضاعها. ما في مشكله، يومين ثلاثه بيوصل الحمل. الله معك. على راسي. قداس عم تعطي مصروف للوالده ولا ما عم تعطيها؟ ايه معلم عم بعطيها. الله يرضى عليك، قد ما فيك اكسب رضاها، هدول بركتنا. الله وكيلك بضل عم اكسب رضاها، عم بوس ايدها على الفوطه وتطلعها. كتير منيح، روح عم يروح. على راسي معلم. معلم بعد امرك، عندي جوزين حمام على كيف كيفك، انا حابب اعطيهم للمعلم عامر، هيك بيلعب فيهم بارض الديار. بقى شو قلتك؟ بدك تجيب حمام لعامر يلعب فيهم؟ يخرب بيت قلبك، انا بدي علمه هيك سوسه؟ روح 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 نادي غريب. عمرك معلم. غريب يخرب بيت قلبك، هذا اللي كان ناقصني. خبرني معلم. إلك ولا دي؟ خلص دي معلم. مور بيت أبو سعيد الدومري. عرفته. شبه؟ في إلنا غرض هنيك بدنا ناخده. غرض شو اللي إلنا عنده معلم؟ عمي في واحد عم ينزل كل يوم بالليل عند المنون قاصد يسرقهم، بدنا نعفطه. منعفطه هو وأبوه. كتير منيح، بس أنت لحالك ما حتقدر، بدي واحد تاني يكون معك. مين؟ ليش واحد تاني معلم؟ أنا لحالي بكفي. بعرف لك غريب، بس نحن منخاف يكون معه سلاح، لذلك بدنا واحد تاني معك. كلامك مدوز أنا معلم، هي ما حسبتها. عندي واحد بينشد الظهر فيه بيتأمن على الروح. مين؟ مرزوق معلم، مرزوق ما غيره. قبلت، بس وينك؟ تروح لعند المنو تحكي له شو لازم نساوي، وبتنبه عليه ما يطلع حرف من تمه لأي مخلوق. ماشي. وانت كمان ما تخبر حدا بنوب، الله يرضى عليك. عطرك يا شام حبي يعطر قلبي عالي المقام، فينك ما راح يتغير. عطرك يا شام حبي يعطر قلبي.